تباين في آراء الشارع الموريتاني بخصوص الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها اللجنة الوزارية الأربعاء سعيا للحد من تفشي الجائحة في البلاد. البعض من المواطنين أبدى تخوفه من اتخاذ قرار تعليق الأنشطة الاقتصادية التي تعد مصدر الدخل الوحيد للكثير من الفئات الهشة. هاي الإجراءات اللي وضعت لي تذكير الماضية، لأن الماضية كانت أسوأ على الناس. الناس تمتنع عن الشغل، تمتنع خاصة الناس الضعاف، تمتنع من العمل وتمتنع من كذا، وينقفل عليهم على كذا. هي مضطهدة، ما هي راية شي تاكل ولا تشرب، هذا بلاء أمتن من هذا. بينما طالب آخرون من الجهات الرسمية عدم اتخاذ أي إجراء جديد قبل الإعلان عنه بفترة، خصوصا ما يتعلق بالنقل بين العاصمة والولايات الداخلية. راجين إن شاء الله أن هاي الاحترازات الأولية إذا كانت من تؤدي لأودة من تمدد ينبغي أن يحسس به المواطنين، وخاصة في مجال ما نراجين خاص كمجال لوخر كامل مثلا يخبر به بعض المواطنين. لا نختارهم إلى عاد جمة عن قضية خلق الطرق، أنهم يعلمون بي سابقا يقعد الناس اللي من عنده هم على شيء يمشي لكن نختاره. كما دعا بعضهم إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصادرة من قبل السلطات لأنها العامل الأبرز في الحد من تفشي الوباء حسب تعبيرهم. لا شك أن هذه الإجراءات الاحترازية نتعود فيها على كل حال رواية ضرورية للصحة وللأمور اللي على كل حال فيها مصلحة هذا الشعب، قالت كل رجع على كل حال يعود مستعد لها نظرا لذلك اللي يقول الفقهاء والأطباء، لأنه هم أدرى بالأمور اللي على كل حال فيها مصلحة الشعب. وكان وزير الداخلية واللامركزية محمد سالم المرزوق قد أعلن مساء الأربعاء اعتزام الحكومة اتخاذ حزمة إجراءات حكومية لمواجهة الموجة الجديدة من فيروس كورونا التي تشهدها البلاد منذ أسابيع، حيث تم تسجيل أكثر من 300 إصابة بالفيروس خلال 3 أيام. وتضمنت الإجراءات رفع مستوى تحسين المواطنين حول الالتزام بالإجراءات الاحترازية خصوصا في الأسواق والأماكن العامة وحظر التجمعات العامة غير الضرورية.